التاني نشتري بندانة ونروح علشان نشتري البندانات يقول لنا اصلها سوري، اصلها مش عارف ايه، دخل سوريا والعراق في البندانات؟ ده بندانة او دي بندانة علشان الحجاب حضرتك، ما تكون خامة حلوة وكويسة يعني، حاجة هنقعد ندعيلكوا والله. فلما تيجي وتجيبيها وتغسليها فتلاقيها وسعت بالشكل ده ونقرت بالشكل ده وكمان قصيرة بالشكل ده، فتلاقي البنات في الشارع لابسين البندانة تحت الحجاب شعرهم باين داخل دايرة، حاجة مش لطيفة وصعبة قوي. واحد بيبقى زعلان وغيور على الحجاب من اللي احنا بنشوفه، متخيلين ده كده يبقى حجمها؟ متخيلين هتغطي ايه؟ يعني انا لو بدأت كده البسها من اول هنا حضرتك كل ده مكشوف، ابقى انا عملت ايه؟ لا انا محدش هيتحكم فيا تاني، انا محدش هيبيع لي ويشتري لي بندانات مضروبة تاني، انا هطلع الحاجات اللي انا مش محتاجاها من الدولاب ومش بلبسها واعملها احلى بندانات، وهتشوفوا معايا ازاي بتبقى سهلة وبسيطة ومش محتاجة كل الهلومة دي. يلا طلعت بقى الطرح وكارتجيان مش بلبسه، بودهات اللي مش بلبسها، بس بشرط يكون فيها نسبة لكرة، نسبة مطة عشان تاخد وتدي مع الشعر، وكمان تبقى طرية يعني ما تخليناش نحس بالحر. طيب بصوا كده معايا الكارتجيان ده انا مش بلبسه لانه ضيق كده وبيكسم على الجسم جامد، فقلت لا انا هستغله النهارده. طيب بصوا بقى كده وقد ايه قد ايه سهله وبسيطه، واحنا بس اللي ايه بنتعب نفسنا في الجهاز. طيب اهو لكره، يعني ايه لكره؟ يعني نسبه مطه اهو. طيب حلو قوي قوي الكارتجيان، عرفت ان اللكره بتاعته الناحيه دي، يبقى هي دي اللي هلبسها ناحيه الشعر. تمام اهو هشتغل بس على الوش عشان بس يكون ايه واضح. طيب بصوا بقى اهو شايفين البندانة اللذيذة بتاعتنا دي اهي، تمام شايفين طولها اهي، ده طول. طيب انا بقى عايزة طولها يعني ده كده هيكون الجزء القداماني، ده غير بقى مشكلة الخياطة اللي هي مش طبيعية دي اللي مش لطيفة اصلا. انا عايزة كده البندانة تكون بالشكل ده كده، ده الطول اهو كل ده معايا، وكمان بصوا بقى سهلة ازاي، اكيد كلنا عندنا دي عشان نقص عليها اهو. ولو ما عندكيش وعايزه تعمليها هتاخدي الدوران ده كله كده، ده كده هيبقى 60 سنتي تمام، زي ما كنا بنعمل التربون بالظبط. طب ليه طولت قوي كده؟ علشان انا لما اطبق الجزء ده اهو تبقى الخياطه بعيده وفي نفس الوقت اداء الشعر كله، تبقى الخياطه دي اللي هي بتبان اول مقدمه الشعر، اللي انا مش عايزاها، انا عايزاها تبقى هنا تمام. طيب وعايزه كمان اعمل ايه، اخد دوران كده من نفس الجزء اللي انا قصيته عشان ده انا هعمل منه كتير، اخد دوران اهو اقص الشكل كده دائري عشان اغطي بيه الشعر، يبقى الموضوع عامل زي بونيه عندي يداري لي المنطقه كلها اهو، زوم هنا جدا اهو، فيبقى ده الشكل الدائري اي قياس يا جماعه اهو تمام. فده يخبي، تعالوا بقى نشوف على المكنه التفاصيل كده، النظري مش هتكون واضحه قوي. شايفين انا طبقت مسافه كبيره ازاي علشان او شبر كمان علشان ما يبانش في الشعر او تبانش الخياطه من قدام، علشان الموضوع ده بقى بجد شكله ما فيهوش اي حاجه جميله خالص. تمام بسم الله بخيط باللون الاسود. انت عارفه كمان لو عندك قماش اكتر لا طبقي النص بالنص على طول فما تبلكيش خطا اصلا. تمام طيب طبق كده واقفلها بقى او تقيسي بقى على قياس شعرك كده الرأس من مقدمة الرأس، هتلاقي القياس كله 58 بالظبط، يعني تبقى نصها هو اللي حضرتك هتحطيه هنا. تمام طيب كده اهو خلاص الشيء الدائري ده دايرة، ممكن نجيب طبق ونعملها لو مش هنعرف نعملها اهو،
وباخد الجزء اللي اهو معايا وابتدي بقى كده اخيطه علشان ما يبينش الشعر خالص خالص اهو. يتفننوا في الاسماء، والحكايه انه اسمه حجاب سواء من اي بلد بقى ما تفرقش، بس بقى ما تبيعوش المنتج باسم دول علشان تقولوا لنا ان هو حاجه حلوه وحاجه كويسه وفي الاخر يبقى منتج، يعني انا مش هقول تحت بير السلم عشان ما اظلمش حد، ولكن فعلا من الاحسن دلوقتي وفي الوقت اللي احنا فيه ان احنا نعمل حاجتنا بنفسنا عشان نضمن انها تكون احسن حاجه اهو. ببهين عليا اوقف البنات في الشارع اقول لهم يعني كل حاجه باينه، بس ما يعني الواحد مش بيلاقي يعني يخجل ان يكون ردة فعل مش لطيفه. ف اهو حاول ابدا بنفسي عشان كلكم تشوفوها وتعملوها، واي حد بيشتري البندانات الصغيره دي لا لو سمحتي اسالي حد قبل ما تنزلي من البيت هل انا شعري باين ولا لا. بصوا بصوا اللي انا عايزه اعمله اللي عايزه اوصل له اهو الستره يا جماعه، وافضل الالوان طبعا اللون الاسود عشان ما تبينش الشعر خالص تمام، لكن تعمليها بالابيض باي لون انت عايزاه. تعالوا نشوف شكلها ها كده، شايفين حاجه؟ لا طبعا مش شايفين حاجه علشان البندانه اللي احنا عملناها هتكون اهي زي ما حضراتكم شايفين. لفي كده تمام، مفيش اي خياطه، الخياطه المزعجه اللي بتبقى هنا لا مفيش اهو، مرنة زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الخياطه فين؟ ورا اهي، مرنة جميله، خامتها طبعا اتقل واحسن من هنقول خامات السوق، لان هو هي كده اسمها خامات السوق اللي احنا بنشوفها جاهزه دي اهي، احسن من ان تشتريها وتبقى غير مستوره. ربنا يسترنا واياكم جميعا اللهم امين. زي ما حضراتكم شايفين، شايفين بقى المنظر ده؟ اه دي البندانه يا جماعه اللي بيقعدوا يسوقوا لها ان هي من كل حته. بصوا يعني انا مش عايزه يعني افاجئكم، اهي الشعر باين، بصوا هي اخرها فين اهو، ده كده اخرها والشعر كله باين زي ما حضراتكم شايفين. انتوا متخيلين ان ده منظر البنات في الشارع؟ طب شايفين شكل الخياطه سيء ازاي؟ شايفين التقفيل مش لطيف ازاي؟ يعني مهما تلف طرحه بتبقى الخامه غير لطيفه بالمره. اتمنى تكون فكره النهارده وصلتكم والدال على الخير كفاعله، وتنشروا الفيديو ده يمكن البنات تشوفه، والبنات اللي انا ما قدرتش اكلمهم او اوقفهم في اي حته واقول لهم نصيحتي، اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لهم النصيحه من خلال هذا الفيديو. كلكم اخواتي وبناتي واحبكم جميعا في الله، وكلنا عايزين الخير لبعض، وبشكركم جدا جدا، بترككم في رعاية الله يا اجمل متابعين في الدنيا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.